وين بدك ترجعي على القرف؟ إيه بس كمان شو بدي أقعد ساوي بالشام إذا ما لقيت شغل؟ والقصة بدها شغل مرتب وجاد. معقولة مثل ما قالت ريتا؟ ليش لا؟ ليش أنا دائما بحط الاحتمالات الأسوأ؟ دائما متشائمة. والله حكي ريتا في وجهة نظر، يعني لو ما كان بيرتاح معي ما كان حكالي عن حاله وعن علاقاته، ولا قال لي هيك مشان يلي فرقينا بريحة طيبة. لا 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 ما بعتقد. لك مالك حاسة إنه كرامتك عم تنهان؟ طيب ليش عم تنهان؟ لو كان مو طايق قاعدة معي كان قال لهديك البنت تقعد. بجوز عم يتحركش فيني عشان رد مرة تانية اقترح علي. ان شاء الله يكفي الحمد لله على خير. يا بس رجع الله يسلمك. والله المدينه ما بتنسكن بدونك. لك عم مشان تعرفي شو عم تعملي؟ عم جرب اعمل غندره مشان السهر. مع مين بدك تسهري؟ مع جاد. انا بدي اعزمك. شو سهره وجاد؟ راح ظني في عزاتي كل المصاري اللي طلعتيهم، شي اشتريتي تياب وشي عطيتي لرفيقك اللي بالجامعه، ولا بدك تعزمي جاد؟ ما ضل معك مصاري. بعدين مو هو لازم يعزمك؟ لك يا هبله، قلت لك المره الماضيه انه هو اللي عزمني. شبك ايش انت سارة عم تقولي لي شيء؟ انا ولا انت؟ لازم انه نحن ما عدنا حكينا ولا عاد في اسرار بيناتنا؟ قولي لحالك، انت عم تقولي لي حواجز بيناتنا مو بعرف ليش؟ انا؟ ايه انت. ريتا ما عاد حكيت معي، لعبت لها بعقلها هديك استرناوي دينا، انا بعرف. والست امينه ما عاد بينت، عم بتغط كثير كانها، ما هيك؟ على القليله انت عندك رفقاتك بالجامعه، لك رجاء انا عم حس حالي صايره لحالي. منيح اللي تعرفت على ماجد. ماجد؟ ايه ماجد. ولا هاد مو عاجبك كمان؟ هلا انا قلت مو عاجبني بس استغربت. ليش عم تشوفي؟ طلعنا انا وياه مره هيك بعد الشغل، عزمني على طلعه على هدول المحلات اللي جنب الشارع. بس شو محل يا رجاء ياخذ لعبي. وليه؟ ليش ما حكيتي لي؟ يعني شو انت بهمك يعني؟ هي طبعا بهمني. طيب ماشي، بس بالاول انت بدك تحكي لي عن طلعتك مع جاد. يا ستي القصه بلشت بالجامعه، كنا قاعدين انا وياه لحالنا، قمت قلت له كانه ضايق خلقتنا، ما هو ما في حدا، خلينا نطلع نروح نقعد بشي محل وانا عازمتك. ايه لوين عزمتي؟ بتتذكري هذا المحل اللي جنب الصالون؟ اللي كنا نمرق من ناحيه بس ما نسترجي نفوت لجوا، بس نقعد نتفرج على العالم. كم بلا عرفته، مو هذا المعتم كثير؟ لك رجاء هذا كانه غالي كثير. كنتي ما عرفتي شو صار؟ ما رضي اني ادفع، بس شو انبسطنا بالقعده. يا الله شو انبسطنا، قعد هيك يحكي لي عن حاله وكيف بيفكر هلا ليش الكذب؟ أنا وقت رجعت كنت كتير متضايقة. ليش؟ ما بعرف، حسيته مو مبسوط بالقعدة معي وإني أنا اللي لزقانته، حسيت حالي كتير غليظة وتقيلة الدم. وشو اللي خلاك تغيري هذا الشعور؟ إن هيك بعد ما قعدت مع حالي وفكرت منيح بحكيه، حسيت إنه هو عم يفضفض لي وإنه هو كتير متضايق ومزعوج من الناس وحاسس حاله وحيد، فقررت إنه أنا لازم أكون جنبه. كتير منيح يا رجاء، أنا من زمان عم قلك إنه لازم تشوفيه وتقعدي وتحكي معه، بس أنت ما كنت تردي علي. هلا هو وقت اللي قال لي انه بده بنت تفهم عليه، ما بعرف حسيت كانه عم بيلمحني. بس معقول يكون اللي حسيته صح؟ يعني ليش مو معقول؟ انت ليش ما عندك ثقه بحالك؟ بدي افهم يعني. هو بشو احسن منك؟ ما بعرف. صحيح اعطيتي اهلك شويه مصاري؟ لا امي ما استرجيت. ليش؟ لانه هلا امي بدها تقلي منين جايبتيهم. من غير شيء انا كنت رح اكل قتلي وقت اللي قلت لها انه انا بقياني بالشام بدي ادور على شغل. هلا امينا من سيره الاهل، شو صار انت وماجي؟ يا ستي عرض علي اشتغل عندهم بالصالون، شو رأيك انت؟ ايه لا حبيبتي ما احلاكي والله، شو بدك تطلعي حلاقة؟ عساس يعني نحن دكاترة ليكنا عم نشتغل مندوبات. ايه صحيح نحن مندوبات، بس ما نضل طول عمرنا مندوبات، ما بدنا نتطور شوي شوي. اما حلاقة شو بده يطورك؟ ايه كمان بالصالون ممكن اتطور يعني،
ممكن انا افتح شغل خاص الي لحالي بعدين. ايه بس لا تقدري تعملي شغل خاص لحالك، لازم يكون معك كثير مصاري مشان تقدري تبلشي من اول. لا حبيبتي ما بدها كثير، انا وماجد فكرنا بالموضوع واتفقنا انه نشتغل.